بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. انت ندعيني نورت لا بقى كلمة بس هدي اللي يراده بريتو ومدي كل والله حلاقة يا لا بري رمبا صهر رمبا لين عربي وصومالي لأن المصطفى قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وخير هي أمانت وددال يا وأنا عربي ودينك صومالي ذا مرك إلهي دين بركيو بإذن الله تعالى وهرجينا بالإخلاص أنا وقلبي حاضرة إن نرادو آمين. اللهم لك الحمد كله لك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهلا أنت أن تحمد فأهلا أنت أن تشكر فأهلا أنت أن تعبد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وانعم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. اللهم على أبينا آدم وأمنا حواء. اللهم اغفر لوالدينا ولنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. أسألك ربي بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالوحدانيتك أن تحبب إلى شيخ إحسان وإلى والديه وإلى أهله وإلى أولاده وإلى أولاده. اللهم اتعنا ببقائه اللهم اتعنا ببقائه وجميع العلماء العاملين وجميع العاملين بعلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك على أرضك تحت سمائك. اللهم اقض في قلوبنا جميعا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أسألك ربي لأمة المصطفى قائدا ربانيا عامة ولأمة الصومال خاصة قائدا ربانيا يسمع كلامك ويسمعهم وينقاد إليك وتقودهم ويحكم بكتابك وتحرسه قلبه متعلق في مسجد الأقصى وقيادته في مسجد المصطفى وشعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أسألك ربي بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالوحدانيتك أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع حبيبي ومصطفى صلى الله عليه وسلم. انت هنوسن الى عافيه واخونا اوهر واذا كمدية اله كل عافيه ارحم الراحمين الى امه الصومال ذا ابك قاضي هذا الجلال والاكرام. اللهم عليك باعدائك واعداء دينك شتت شملهم فرق جمعهم واجعل دائره السوء عليهم احسهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا إنك إن تغادرهم يذلون عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. اللهم عليك بعلماء السوء في الأرض كلها أهلكهم يا قوي يا عزيز. سبحان من يرانا ويعرف مكاننا ويرزقنا مع ذنوبنا ولا ينسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجزاكم الله خير الجزاء. مرحبا بالحاضرين في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين.